عام 1975 تم اختراع ألتير 8800 وكان أول مايكرو كمبيوتر على الإطلاق، لكن ينقصه سوفتوير. بيل غيتس آنذاك كان يعرف حق المعرفة أن الإنجاز العظيم ليس كافياً، بل يجب أن تكون سريعاً وتكون أول من يتقدم على المنافسين. قرر بيل غيتس وصديقه بول آلن أنهما سيكونان أول من يبتكر السوفتوير على الإطلاق. تواصل مع إد روبرتس مخترع المايكرو كمبيوتر وعرض عليه أن يقدم السوفتوير لاختراعه الجديد، وكان رد إد بأن بيل غيتس هو المتصل رقم 50 وأن عدداً كبيراً من الأشخاص عرضوا هذه الخدمة. فأجابه بيل غيتس بأن السوفتوير جاهز وتنقصه اللمسة الأخيرة. والحقيقة أنه لم يبدأ بالعمل عليه بعد، لكنه استطاع الحصول على فرصته، وبالفعل استطاع وصديقه تنفيذ السوفتوير في غضون 8 أسابيع، وكان مايكروسوفت أول سوفتوير على الإطلاق. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.